قال نقيب الأطباء اللبناني يوسف بخاش للتلفزيون العربي إن إسرائيل تستهدف الجميع وتتعرض مباشرة للقطاع الصحي اللبناني. وطالب بخاش الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإجبار إسرائيل على تحييد المدنيين والقطاع الطبي اللبناني من دائرة الاستهداف. نحن من أول ما بلشت هذه الأزمة وقت صار استهداف مستشفى صلاح غندور رفعنا الصوت ووجهنا رسالة لمنظمة الصحة العالمية وللجمعية العمومية للأمم المتحدة، عليهم أن يوقفوا هذا العدو وعليه أن يحترم ميثاق واتفاقية جنيف وأن يحيد المدنيين والمجاهدين باللباس الأبيض اللي هن الأطباء لحتى يقوموا بدورهم الإنساني وبمعالجة الجرحى.